أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام هي خير أيام العام، كما أن ليالي العشر الأواخر من رمضان خير ليالي العام. ولذلك الموفق من يغتنم تلك الأيام القلائل، فهي مناسبة كبرى ونعمة عظمى لمن وفق لاغتنامها، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا وعونه. فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ومتى صدق المرء عزمه ونيته أعانه ربه. اعزم على أن تملأها بالذكر بالتكبير والتهليل والتحميد، كما روي في رواية أحمد مرفوعا: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا يجمعه قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر كما قال شيخ الإسلام هو أفضل الأذكار، ولذلك كان من قاله له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وكان حرزا له في يومه حتى يمسي من الشيطان.